بلش وضربه طير له عينه. هات لي دليلك، هات لي دليلك، اتكلم كل رجل، هات لي دليلك، هات لي الحديث دليلك، الحديث تبع الحديث يا عمي، هذا قصص الانبياء. اي اي حديث، انا بسالك، اعطيني دليل، اتكلم يا عمي. ابن كثير ذكر هذا، والحمد لله نحن نؤمن بالانبياء. انت من مين تؤمن؟ من تؤمن؟ من تؤمن؟ ما اؤمن انا، انا اريد شغله اعرفها، ما اؤمن. الايمان هذا تبع الناس اللي ما عندها عقول. لا تؤمن، وليش بتتكلم على دينه ورسوله؟ ليه بتتكلم؟ والله ما غيرك القليل الادب، والله ما غيرك. هل الله عنده اخلاق؟ ما غيرك. تعرف لو محمد عليه الصلاه والسلام مش ضغطكم ومش قصيركم، بعث بالحق ما بتنقهر، لانه قصرينكم قهرينكم، لانه دعسين عليكم، دعسين عليكم بكتاب الله وسنه النبي. انتم مين؟ انت اللي زيك مين تيجي تتكلم على ديني؟ انت مين تيجي تتكلم على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ انت مين؟ انت قاعد زي الكرسي اللي انت قاعد عليه بالدار، انت بتخاف تطلع على الشارع، بتخافوا، انتوا بتخافوا. كل واحد بيسيب دينه بيسيب رسول بخاف يطلع يشوفكم مسلم. لانكم هذا دليل، لحظه، دليل على شنو انه انا بخاف؟ لانك بتخاف. هلا دليل على انكم ناس محترمين ولا ناس مجرمين؟ تفتح لايف بالشارع، تفتح لايف بالشارع او تتكلم هذا الكلام بالشارع، والله ما بتسترجع. والله يعني شو راح يصير؟ القران، القران بقلوب. لو انا مثلا، لو انا قدامك شو راح تعمل؟ القران بقلوبنا. انت بتطلع وتغلط. انت الان لو انا قدامك شو راح تقدر تعمل؟ انا بسالك سؤال، انت بتطلع تقدر تفتح بسوس زي ما احنا بنفتح بسوس بالشارع؟ تقدر تفتح؟ طب هي قدام كل الموجودين 3000 واحد، عيب علي يكون شنب على وجهي اذا فتحت بس من الشارع ان اطلع من التيك توك، اطلع من التيك توك وتبقى مكان عام. تكفر بالله، تكفر بالله، تكون بالعام، تكون. انا الان لحظه، نعمل تحدي. تحدي؟ انا الان اطلع للشارع مكان، مكان وافتح. لا لا لا، الان مكان عام، تطلع مكان عام. اهدى شوي، اذا انت رجل تطلع مكان عام. لا لا، شفت تورطت انت، ما تورطت. لا نشوف. انا الان اذا لبيت لك، رحت فتحت بث من الشارع، تطلع تقول محمد بن عبد الله مكان رسول عام. الاسلام كان واحد كذاب. إذا طلعت قدام العالم قعدت بكوفي شوب وتغلطت على الرسول بصوتك العالي، أنا ما راح أبين على التيك توك. أنا ما أقدر أرفع صوتي لأنه هنا أنا في دولة محترمة. ليش؟ ما ليش حد يعلي صوتي؟ ليش خايف ما ترفع صوتك؟ أنا الآن أطلع، أنا لما أطلع الآن قدام الآن الآن اهدأ الآن أطلع وأفتح لك البث وأنت معايا لسه يا عمي. بدك تطلع الناس مكان واقول لك افرجيك الناس. اهدى شوي، خليني اتكلم. افرجيك الناس واقول لك شايف هذول الناس، وهذا انا محمد صالح. واذا عملت لك هذا الشيء تطلع وتقول محمد بن عبد الله اللي كان يدعي النبوه كان واحد كذاب، تقدر؟ ما فشرت ولك روحي فدى النبي، ولك روحي فدى النبي. انا بسالك سؤال، انت رد. كل انت زلمه كبير، انت زلمه كبير، انت زلمه كبير، رد. ناقضنا، انت زلمه كبير. بسالك سؤال، انا بسالك سؤال، كن زلمه كبير. انا بسالك، تقدر تقعد بكوفي شوب وتغلط الغلط هذا اللي انت بتغلطه كل يوم على البسوس؟ انا ما بغلط. سؤال. انا اخلاقي افضل من اخلاق نبيك. لا بتغلط، بتغلط. تعرف والله لو الاسلام، لو رسول الله عليه وسلم، النبي كان واحد مختصر عديم الاخلاق. والله ما غيرك مختصر. تفكر انه اغلط عليك؟ ما غلطش عليك، ولك اعزنا الله بالاسلام. احنا بنفتح وبنتكلم على ديننا بكل مكان، قدام اليهود، قدام النصارى، قدام الملحدين، لانه عزنا الله بالاسلام. انت بايش عزك الله؟ انت بايش عزك الله؟ وانا انا 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 اصلا ما احتاج اني اكون عزيز، لانه انا اصلا عزيز. ما حدا يعني اقدر اقول اللي بدي اياه. انت ما تقدر، انت مجرد عزيز. اي عزيز؟ طب انت ايش شريعتك؟ ايش شريعتك؟ سؤال، ايش شريعتك؟ انا مش مثلكم، على اساس تفهم هذا الشيء. انت مش راح مين قال لك انت توصل لاقذر حد؟ اتركك من همجيه المساجد، اتركك. اهدى شويه، اهدى شويه.
الفرق بيني وبينك، أنا ما عندي نبي مغتصب أطفال، حرامي، سارق، قاتل، مجرم، ما اعطيني عندي هذا. دليلك، اعطيني دليلك، اعطيني دليلك، اعطيني دليلك، تفضل اعطيني دليلك. نبيك اختصر طفلة بعمر تسع انت سنوات. انت بتكون انت بتكون لو انت رجل، انا بسألك سؤال، اعطيني دليلك، تفضل اعطيني دليلك. الحديث في البخاري ومسلم، عائشة قالت تزوجني النبي وأنا بت 6 سنين، وبنى بي وأنا بت 9 سنين. في واحد عنده أخلاق يروح ينام مع اعطيني، طفلة عمره طلع لي 9 سنين؟ الحديث، طلع لي الحديث البخاري، تفضل طلع لي اياه، طلع لي اياه، طلع لي اياه. هذول الناس تعرف ايش ايش المشكلة؟ المشكلة. لحظة الآن راح ضبطينا أجيب لك ضبطينا الحديث، اهدى شوية اهدى شوية. الحمد لله، الحمد لله، عزنا الله بالإسلام والمسلمين. ضغطكم اسمع الإسلام، الحديث، اسمع الحديث ضغطكم عن عائشة، الإسلام، عن ضغطكم عائشة نبينا اسمع اسمع محمد. شوف أخلاق نبيه. ما تقول فصلك عائشة نبي، نبي شوف أخلاق الحس نبيه، شوف ولا كل أخلاق نبيك. أمن اهدى شوية الإطراب اللي بخبص عليه النبي اهدى، أشرف لا منك يا من رجل. ترابه. واحد والله مغتصب وداعتك، ما واحد فشرت، لو كان ما موجود لا فشرت يحطوه في السجن. يا رجل، لو مش ضغطك اسمع الإسلام اسمع ما اهدى شوية، بتتكلم، مو قلت تجيب الدليل. اهدى ما اسكت تتكلم، شوية. أعطيني، تقول لأنه الإسلام ضغطكم، الإسلام اسكت اسكت قصركم، شوية. الإسلام خليني أقرأ قصركم لك، ضغطكم، أعزنا الله خليني بالإسلام. أقرأ لك كفر أخلاق كفر اللي نبيه. قال إن أوكي، الله ثالث ثلاثة. خليني أقرأ لك لا أخلاق نبيه. ما تقول أخلاق عائشة نبي بتشرفك وبتشرف كل واحد اسكت يجيك، شوية. لا ما بيشرفني، بتشرف والله فقط الناس الأديمين الأخلاق. تقول بشرفك عائشة، تقول عائشة اسكت شوية، رضي تقول الله عنها عائشة وأرضاها عن تزوجني رسول المؤمنين. الله، اسكت اسكت شوية. تقول عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 6 سنين بمكة، نعم متوفى خديجة، ودخل بي وأنا ابنة 9 سنين بالمدينة. الحديث وهذا يا سيدي، هذا اسمع حديث اسمع ملحد، الحديث حديث اسكت. ضعيف، لا، الحديث عند البخاري، حديث ضعيف، البخاري برقم، حديث اسكت ضعيف، شوية حديث ضعيف، اسكت، كفي كده كفي حديث يا بي. ضعيف. الحديث عند البخاري خمس برقم 5134، وفي صحيح مسلم برقم 1422، وعند أبو بس داود حديث ضعيف يا برقم بهيم، حديث ضعيف، 4933. ولا حديث اسكت ضعيف، انت شوية بتجيب لي حديث ضعيف. انا بسالك يا سؤال، عمي، اسكت شوية جاي اسكت بدك بيت الله. تنزلني، شو بتكيف؟ تقول وعند أبو داود في سنن أبو داود برقم 4933، وعند سنن النسائي برقم 3255، بقول لك حديث وعند ضعيف، ابن ولا في ماجه، حديث ضعيف، وعند حديث غير سنن ابن صحيح، ماجه. حديث صحيح. اسكت انتوا ليش اسكت؟ انتوا ليش اسكت؟ انا بقول لك، انت انا بسالك سؤال، بدلان من نبيك. ما فشرت ولك حذاء وبتشرفك خلاص، وبتشرف اشغالك. خليني اقول لك شغله افضل من هذا. اسمع هذا، والله حذاء النظام اللي كان يخبط قول لا، لحظه اشرف لحظه منك. لحظه 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 لحظه. قول اللي يتزوج طفله عمرها 9 سنين ويدخل بها بعمر 9 سنين انسان عديم الاخلاق. ولك طيب، تعال انا بدي اقول لك، سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال وأبوها. ما بنستناك أنت تيجي تعلمنا على ديننا ورسولنا، أنت مين؟ ما هو هذا دليل على أنت ماذا؟ مين؟ دليل أنه كان أحب مختص الناس عند بأطفال. الله، أحب الناس عند النبي عائشة، بنت أبو بكر أنت الآن، أم أنت كن المؤمنين رجال، اللي ضغطاك كن رجال، كن ضغطاك ضغطاك رجال، كن رجال يا رجال، كن رجال وقول إذا واحد تزوج طفلة عمرها 6 سنين وبنى بها ولك يا بعمر تسع بهيم، سنين هذا حديث عدل غير الأخلاق. صحيح، حديث أي ضعيف، صحيح، ما غير صحيح، كذب حديث كذب، ضعيف تمام. يا بهيمة يا يا بهيم، عمي هذا الحديث اللي أنا قريت يا لك عم إياه، ما قل أنت، التفكير، قل هذا. ما هذا ضعيف يا اسمع بهيم، افهم، ضعيف، أنت مش قادر تفهم، أنت ما بتفهم، ما بتفهم، ما بتسمع عشان ولك. أنا تفهم اللي أنا بفهم بقوله. أكثر منك، أنت جاي تعلمني على اسكت ديني، يا أنت جاي ما تعلمني على ديني. سامدين هذول أنا ناس همجين، قسم بالله أنا بسألك انتوا في ناس حديث همجين. صحيح، في حديث ضعيف، حديث غيره صحيح، أنت بتجيب لي حديث غيره ضعيف، بتجيب لي في ضعيف. أنا بقول حديث لك صحيح إحنا بنتكلم من الكتاب وحديث ضعيف والسنة، وحديث غير صحيح. أنا من الكتاب والسنة. أنا بسألك سؤال، أنت دينك مين؟ اسكت شريعتك شوية، مين؟ اسكت 5 ثواني عشان تفهم شو بقول. تفضل. انا جبت لك رواية، قل اللي موجود في هذه الرواية انسان ما عندوش اخلاق،
انت ما بتكون ضعيف مع رسولي، رسولي عنده اخلاق، تم الاخلاق نبيك، انت مو بتكون ضعيف، انت بتجيب لي حديث غير صحيح، بتجيب لي حديث غير صحيح غير ضعيف. احنا بنتكلم من الكتاب والسنه، معاك دليل من الكتاب والسنه؟ معاك دليل من الكتاب والسنه؟ سؤال، قل لي يا ايه لا، قل لي مثلا، اعطيني دليل. انا بقول لك في الاربعه وفي الصحيحين وفي مسند الامام احمد. تعرف ايش المشكلة فيك؟ ايش المشكلة فيك؟ والله لو الاسلام مش ضاغطة، لو الاسلام مش ضاغطة ورسولنا صلى الله عليه وسلم ضاغطكم، والاسلام انعمنا الله بالاسلام، انت عارف ايش يعني انعمنا الله بالاسلام؟ انت بايش انعمك؟ اي انت بايش انعمك؟ يدعس على راسكم ولا تقدر تعمل، انت ولك عزنا الله بالاسلام، انا مالي بشريعة اليهود ولا بشريعة اسرائيل يدعس على من جندي مجندة إسرائيلية، استهربت من الدين وتتدخل بالدنيا مجندة إسرائيلية، ما قدرت تجاوبنا بأمور الدين. مجندة أنا بسألك، ما قدرت تعمرنا، ما قدرت تجاوبنا بأمور الدين، ما قدرت تجاوبنا مجندة إسرائيلية. لما تجي تتكلم عن العزة مجندة إسرائيلية بتجي بتمسكك من ودانك وتحطك في السيارة، ما تقدر. طب أنا بسألك سؤال، بسألك سؤال، هربت من أمور الدين جيت أمور الدنيا، تعال على امور عزكم الله تعال بالاسلام، امور الدنيا، تعال امور الدنيا، لا ولك احتياد الامور هذا لله. احنا متجدرين بهذه الارض، واحنا لا. مرابطين في هذه الارض، مرابطين ارض يعني. الانبياء والله متجدرين، مش مرابطين والله، ولك احنا حامين ارضك وشرفك، متساويين ارضك وشرفك، احنا داعسين على اي كافر واي ملحد، اي ملحد واي كافر اللي بيجي بتطاول علينا. تيجي انت، انت ارجع بلادك من اي بلد انت؟ عن غرب، عن حرب غزة، انت من اي بلد؟ 30,000 قتيل، 80,000 جريح، يا عمي غزة بالعرب، يا عمي ليوم الدين، ليوم الدين، بس احنا بكون بعرضنا المية والدواء والاكل، احنا بكون بعرضنا. انت وين قاعد؟ انت وين قاعد؟ انت وين قاعد؟ قول رجل وجوزني، انت من وين؟ انت من وين؟ انت من وين؟ ترجع تضل على بلادك؟ لانك لانك جبان، تقدرش تذكر اسم بلدك، هاي المشكله، تقدرش. انت بتقدر تذكر اسم بلدك؟ بسالك، تقدر تذكر اسم بلدك؟ اعطيني اسم بلدك، اعطيني. من العراق. من العراق، تمام. تقدر ترجع على العراق؟ اقدر متى ما بدي. طيب زلمه افتح بس من العراق. كفي غباء، كفي غباء. لانك تقدرش. انا اعطيتك هسه من زلمه وزلمه. انتوا شوية ناس مدعوس على راس، والله والله اعطيتك تحدي حقيقي قدام والله الناس، والله ما بتقدر، اعطيتك والله تحدي ما حقيقي، ما بقى لحظة، اعطيتك تحدي قدام الناس، اطلع للشارع وافتح بث بشرط انك تقول ان النبي كمان مرة قدام 4000 واحد، لو انتوا قدام 4000 واحد تقبلون هذا، قدام 4000 واحد، اذا انت رجل وفيك شنب بوجهك تطلع. طيب رائع جدا، نبي لا بتحط علي كتم تحكي عن نبي. خلاص لا خلاص، انت عندك همجية شديدة جدا، ما مش قادر تستوعب يا عيني. انتوا ناس اندعس على راسكم في فلسطين، جايين تعملون فيها الرياجيل في التيك توك، يا عمي روح انت الثاني، الله لا يبلينا، ناس همج، مش مستغربين صراحة ليش 76 سنة بتقاتلون ما بتحصلون شبه دولة، راح تظلوا هكذا طول حياتكم تعيشون تحت القنادر اليهودية كل حياتكم، وتمنون راح يجي المسيح راح يقتل الدجال وراح نقتل اليهود، ولا راح تقتلون يهود ولا حاجة. أنتوا هذا هو مكانكم الطبيعي، تجي مجندة إسرائيلية تدعس على رأسكم وما تقدرون تتكلمون، متنفسكم الوحيد تطلعون في التيك توك وتتكلموا وتعملوا فيها رياجيل وتتسولوا شوية فلوس يعني الشحاتة من الأمم الأخرى. 75 سنة عايشين على الشحاتة، يخرب بيتكم، جالس يقول احنا بنعمل ونسوي، مرابطين ايش؟ في مرابط على التيك توك؟ في واحد يجي يقول انا مرابط وجالس على التيك توك؟ ولكن يخرب بيتكم، يكفي كذا. مجاهدي التيك توك العظيم، شعب مسكين بائس، في كمية من الناس الهمج مع الأسف الشديد. نشوف مين عندنا بعد من المسلمين يحبوا يطلعوا
يا ريت لو ما يكونوا همج، لأنه صراحة كثرة الصراخ صعبة هذا يعني، خاصة أن الواحد يكون خلاص تعب من الناس همج. مين عندنا بعد من المسلمين يطلبوا جيست؟ أنت إذا لما تكتب رقم 7 وأنت مش طالب جيست فقط بتدلل على أنك أنت ما بدك تطلع، يعني لابد أنك تكون طالب جيست عشان تطلع. مين عندنا بعد من المسلمين؟ يا عيني يا ولد ومحاولاتهم تبوء بالفشل. مجاهدي تيك توك العظيم من الصباح بيحاولوا يهكروا، ولكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يرد كيدهم في نحرهم. لماذا برأيكم هذا الشيء؟ فمثل ما أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الناس أذلة خارج التيك توك، جعلهم أذلة حتى في التيك توك، صح ولا لا؟ بسبب قلة أدبهم. أيوة هذا اللي كنت أبحث عنه. السلام على من اتبع الهدى، سيد محمد صالح. وداع، أول شيء جيب البهايم تبعك حبيبتي بسرعة، بس لو سمحتي، في ناس بدهم يسلموا على الحمير والبهايم والقرفان والبقر. هدى الله يرضى عليك، لا تتأخري، جيب البهايم بسرعة، في ناس بدهم يسلموا على بالبهايم تبعك. أعطونا فرصة صغيرة جدا لين ما تجي بهايم تبع حبيبتنا هدى هانم وتقدرون تسلمون عليها. شو بيعملوا؟ بيقرأوا القرآن؟ آسف جدا الأخ اللي طلع قبل